What's up everyone, welcome back to my channel. I hope you're all doing great. مساء الخير عليكم, واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم لاشين تاعي, welcome back to my channel. Today I'm gonna be doing the raspberry mini cake roll dessert for the new year. This is the second video about the new year dessert. For the cake recipe, you will find the link in the line description below. كما بروميت لكم لا ديرنيير فوا, راني رجعت فيديو جديد, لا غوسيت تاع ميني بوش ان غو دو فرامبواز. تقدروا ديروها بلوغو تاع لي فريز كيما حبيتو. بصح اليوم ما رايحاش نعاود لا غوسيت تاع لا جينواز, رايحه نحط لكم رابط في الاسفل, غير كليكيو عليه ورايحه نكتب لكم لي زانغريديون تانيك. جيسبر تعجبكم, تبعوا غير معايا لي زانغريديون, سي تري فاسيل. For the whipping cream, I'm gonna use about 2 tablespoons of mascarpone cheese, 1.5 cup of heavy cream, some strawberry or raspberry extract. I need about 3 to 4 tablespoons of sugar, and some food coloring too. هنايا بور لا كريم تاعي نسحق كاس ونص تاع لا كريم ليكيد الخاصه بلا باتيسري, نزيد لها 4 مغارف كبار سكر, مغرفه صغيره تاع ليكستري دو فرامبواز ولا دو فريز, ومن بعد لا فان نزيد له شويه تاع الملون الغذائي. انا رايحه نستعمل لا كولور روج باسكو حبيت لا كولور تاع الكلاصاج هذاك يخرج لي روز ان بيتي بو فونسي, و على فان نزيد له زوج مغارف كبار تاع لا ماسكاربون. هنايا اذا ما عندكمش لا ماسكاربون تقدروا تستغناو عليها, واذا ما عندكمش لا كريم ليكي تقدروا غير ديروا لا شونتيي, ديروا لها شويه لا غوم اللي حبيتو وزيدوا لها الملون الغذائي لا كولور اللي حبيتوها تاني. Now I'm gonna make a stuffing for my cake with raspberries. I'm gonna add 2 tablespoons of sugar and 2 tablespoons of water and 1 teaspoon of cornstarch. هنايا رايحة نبريباري اون صوص او فرامبواز. لهاد لاصوص على نار مهيلة رايحة ندير quelques framboises, نزيد لهم زوج مغارف كبار سكر, زوج مغارف كبار ماء ومغرفة صغيرة تاع لا مايزينا. Once you get a thick texture, cover it with the plastic wrap in contact, and put it in the fridge for about half an hour. كي تشوفوا لي فرامبواز تاعكم ولاو ثقال, ديروهم هكذا سيلوفان اون كونتاكت وخليهم يبردوا في الفريجيدير هكذا نص ساعة. Now I'm gonna start frosting my cake and add the raspberry sauce that I made earlier. دوكا رايحة نبدا نغلف بهاد لاكخيم لابيش تاعي,
نزيد لها هذيك لاصوص تاع الفرامبواز اللي درناها هنا يبقاو لي شويه تاع لي فرامبواز رايح ندير لهم هكذا من الفوق I'm gonna cover my cake with the rest of the whipping cream that I made. Donc ندير هذيك لا كريم اللي بقات لي هذيك لا شونتي ندير لها الفوق ونسقمها تري بيان ومن بعد نديرو الكونجيلاتور يتكونجلا واحد الساعه او ميم طون نروح ندير هذاك الكلاصاج تاعها put it in the freezer for 1 hour. هذا الجلاساج ما عندوش لا جيلاتين ولا الجلوكوز راح ندير غير ربع كاس تاع لا كريم ليكيد وكاس تاع لي بيبيت دو شوكولا بلون ملون غذائي شويه لاغوم دو فوتر شوا ونديرو 75 غرام هكذاك تاع لو بور For the glaze, I'm gonna use 1/4 cup of heavy whipping cream, 1 cup of white chocolate chips, and some food coloring, some raspberry extract, and 75 grams of butter. إذا شفتوا الجلاساج تاعكم عنده شوية لغرومو غير ميكسيوه شويه بلو برا ميكسور ومن بعد صفيوه قبل ما تديروه للكيك if you see your glaze has some lumps blend it with the blender arm and sift it before using it باش ندير الجلاساج لابوش تاعي راح ندير هكذا 3 كيسان ونحط عليهم لابوش تاعي سي بلو فاسيل to glaze my cake roll I like to help myself like this with the small cups it's more easier هنايا رايح نديكوري لابوش تاعي بلي فلور هكذا شريتهم هكذا I'm gonna decorate my cake with these flowers that I got from Walmart وانتوما ديكوريوه كيما حبيتو ودوكا نروح نديرو الفريجيدير يشد شوية روحو ونوليو انا وصلنا لافان تاع هذا الفيديو جيسبر يعجبكم هذا الفيديو تعجبكم الوصفه ما تنساوش تابوني واللاشين تاعي ما تبخلونيش بجيم وتبارطاجيو ماكسيموم بون اني اونكور اون فوا ان شاء الله صحه ولهنا باي باي
My cake is finally done. I hope you guys liked my today's recipe. Don't forget to subscribe, thumbs up, and turn on the notification bell for more recipes like this. Happy New Year, guys. Enjoy and stay safe. Bye-bye.